بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو علاج هشاشة العظام من القرآن. فسأبين إن شاء الله إخواني إخواتي في هذه المحاضرة كيفية معرفة سبب وعلاج مشكلة كبيرة يعاني منها البشر وكثير من البشر، وهي هشاشة العظام أو ترقق العظام أو ضعف العظام، والذي ينتج عنه آلام كثيرة جدا وصعوبة وتدني في راحة الإنسان وعيش الإنسان. وإن شاء الله سأبين العلاج من القرآن الكريم عن طريق التفكر في الآيات وبيان علاج هندسي علمي من القرآن، كيف أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، وفي كتاب التعليمات لجسم الإنسان القرآن الكريم فيه علاج لجميع مشاكل الإنسان. فنبدأ إن شاء الله، وسأبين يعني العلاج في ثلاث خطوات. وطبعا هذا الشيء عجز عنه الطب المعاصر في إيجاد سبب وعلاج هذا المرض هشاشة العظام أو الأوستيوباروسيس، كما قلت عجز عن ذلك الطب الحديث. فخطوة رقم واحد، ما هي هشاشة العظام؟ نفهم هذا المرض. كما تشاهدون أمامكم على الشاشة، هذه صورة لعظمة الفخذ وعند اتصالها بعظمة الورك. فهناك الصورة التي فيها كثافة عالية للعظم، هذا هو العظم الصحي الذي خلقه الله عز وجل لتكون كثافته مناسبة لحياتك والقوة التي يتعرض لها الهيكل العظمي للإنسان. الصورة على أقصى اليمين هي نلاحظ أنه أصبح هناك قلة في كثافة العظم، وأصبح هناك تآكل في العظم، يعني أصبح مسامي أكثر. هذه تسمى هشاشة العظام أو باللغة الإنجليزية Osteoporosis. طبعا عندما تحدث هذه الحالة يصبح العظم ضعيف، فعندما تمشي أو تقوم بوظائفك اليومية يحدث هناك ألم في العظام. وهذه صورة أخرى لنفس المرض في العمود الفقري في الفقرات. فالصورة العلوية نلاحظ كثافة عالية للعظم، أما الصورة السفلية نلاحظ قلة في الكثافة وكأنه يتآكل العظم. الآن السؤال المهم والذي حير الأطباء للآن، لماذا العظم يتآكل ويبدأ بالاختفاء مع أنه مطلوب؟ يعني سبحان الله العظيم، نلاحظ أن الله عز وجل في تصميم جسم الإنسان وضع العظم في مناطق القوة، يعني عندما تكون قوة كبيرة على العظم يكون كثافة العظم كبيرة ليكون العظم قوي ويتحمل هذه القوة. فالسؤال الذي حير الأطباء الآن أنه هناك قوة كبيرة على العظم، ولكن لماذا يبدأ العظم بالتآكل ويصبح رقيق أكثر مع أنه هناك القوة التي يعني تؤثر على هذه المنطقة؟ وطبعا هذا في الطب الحديث لا يوجد إجابة عليه، لماذا العظم يتآكل مع أن هناك حاجة للعظم. إذن هذا يقودنا للنقطة الثانية في هذه المحاضرة، وهو ما هو السبب لهشاشة العظام، ما هو سبب الأوستيوباروسيس. كما قلت إخواني إخواتي، في الطب الحديث لا يوجد إجابة لهذا السؤال. سنجد إن شاء الله في آيتين في القرآن الكريم نجد الإجابة لماذا تحدث هذه الظاهرة. الآية الأولى وهي آية رقم 14 في سورة المؤمنون، فيها يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. استغفر الله العظيم. كيف أنه من التفكر في هذه الآية الكريمة ندرك ما هو سبب هشاشة العظام؟ فإخواني إخواتي، قوة القرآن في فهمه وتدبره، وليس فقط القراءة السردية له. فوصف الله عجل لمراحل، هنا طبعا في هذه الآية الكريمة يصف الله عجل مراحل خلق الإنسان. فالمراحل من قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، كل هذه المراحل تحدث
في بطن الأم في الرحم عندما يتكون الإنسان في رحم الأم. يبدأ بالنمو، وكما قلت هذه المراحل التي ذكرها الله عز وجل كلها تحدث في الرحم وفي بطن الأم. الآن نلاحظ سبحانه عظيم شيء في هذه الآية الكريمة، بأنه بعد ما الله عز وجل يقول فكسونا العظام لحما، يقول الحق ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، ما معنى ثم أنشأناه خلقا آخر؟ يعني بأنه قبل الولادة أنت تنمو وتنشأ في بطن الأم بطريقة خلق معينة. الآن بعد الولادة الله يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني بعدما تولد تنمو وتكبر بطريقة خلق أخرى مختلفة عن ما قبلها وهي في بطن الأم مرة أخرى. ثم أنشأناه خلقا آخر، وبالمناسبة تفسير هذه الكلمة ثم أنشأناه خلقا آخر لا يوجد في أي كتاب تفسير، في أي كتاب تفسير هناك اجتهادات ولكن لم يعرف للآن تفسير هذه الكلمة. تفسيرها بهدى الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني بعد الولادة أنت تنمو وتنشأ بطريقة خلق مختلفة عن ما قبل الولادة، وهي طبعا مراحل قبل الولادة هي في بطن الأم. ما هذه الطريقة المختلفة؟ أنه عندما تولد أنت تبدأ تشعر بالمؤثرات الخارجية عليك من ضوء وقوة وسمع وكل شيء، ومثلا وضوء. هذه الأمور لم تكن موجودة ما قبل الولادة. الآن لنركز على موضوع العظم والعضلات اللي هو يعني حديثنا اليوم. عندما تولد يصبح هناك قوة إضافية على العظم والعضلات، وهي قوة الجاذبية، وأنت تصير يعني أنه تؤثر على الجسم، يعني قوة جديدة لم تكن موجودة قبل الولادة كتأثير قوي لها مثل ما بعد الولادة. فإذا عندما تولد تتأثر بمجال الجاذبية وتصبح تضع قوة أكبر على عظمك وعضلاتك. ونلاحظ الأطفال يلعبوا كثيرا، يضعوا قوة كثيرة على عضلاتهم وعظمهم. هذه القوة تجعل يعني تحفز الخلايا لتتكاثر وتنتج مادة عظمية وعضلية، يعني تنمو. إذن آلية الخلق الأخرى بعد الولادة بأنك تتعرض لمؤثرات خارجية مثل الضوء، القوة، السمع، كل هذه الأمور، هذه إشارة تحفيزية للغدد والعضلات والعظم والخلايا لتنمو وتكبر. الآن إذا ربطنا هذا كله بقول المولى عز وجل في سورة فصلت آية رقم 39، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ففي هذه الآية الكريمة يعلمنا الله عز وجل أساس النمو، ولنقول سر النمو في كلمتين. الله عز وجل يقول اهتزت وربت، ربط الله عز وجل الاهتزاز بالنمو، يعني أي شيء حي لينمو يجب أن يكون في حالة اهتزازية. كيف هذا نربطه بكلامنا كله؟ بأنه كما قلت بعد الولادة عضلاتك عندما تمشي وتلعب تصبح أقوى، فالعضلات مثل محركات تولد اهتزازات ميكانيكية، هذه الاهتزازات الميكانيكية تؤثر على العظم، وهذا الاهتزاز الميكانيكي قول الله عز وجل اهتزت وربت يؤثر على الخلايا العظمية، يقول لها أن تنتج وتصبح كثافة العظم أكثر وأكثر. إن شاء الله بدأت الأمور أوضح يعني أوضح وأوضح، إنه بعد الولادة اهتزت وربت يزيد اهتزاز العضلات من أثر البيئة الخارجية، هذا الإشارة الاهتزازية من عضلاتك تؤثر على العظم وتجعل كمية العظم مناسبة لكمية العضلات ولوظيفتك. إذن ما هو كما قلت ما هو سبب هشاشة العظام؟ إنه بما أننا فهمنا الآن من القرآن الكريم بأن العضلات نموها ونضجها وصحة العضلات مرتبط بصحة العظم، يعني فهمنا من القرآن الكريم بأنه بعد الولادة العضلات عندما تأثر العظم تجعل له قوة واستقرار. إذن فهمنا من القرآن الكريم بأن هناك علاقة وثيقة بين صحة العضلات وصحة العظم.
إذن ما الذي يحدث ليكون هناك هشة عظام؟ الذي يقوله باستنتاج من القرآن الكريم بهذا من القرآن الكريم بأنه سبب هشاشة العظام هو ضعف الإشارة الاهتزازية التي تأتي على العظم من العضلات. يعني لمعرفة سبب هشاشة العظام يجب أن ننظر إلى الإشارة الاهتزازية، إلى قوة العضلة والإشارة التي نابعة منها لتؤثر على العظم. فالذي أقوله كما هو بين أمامكم بأنه إذا كانت الإشارة من العضلات قوية وذات ذبذبة عالية تكون صحة العظم مناسبة. إذا ضعفت هذه الإشارة وقل اهتزازها، هذه إشارة للعظم بأنه لا يوجد حاجة لهذه الكمية فابدأ بالتآكل. يعني مرة أخرى، إذا ضعفت الإشارة التي تأتي من العضلات إلى العظم، هذا يقول للعظم بمعنى بأنه لا يوجد حاجة لكميتك هذه فابدأ بالتآكل. إذا إن شاء الله فهمنا الآن سبب هشاشة العظام بهذه القرآن الكريم هو ضعف الإشارة الآتية من العضلات، يعني ضعف حجم العضلة وقساوة العضلة، يعني تضعف العضلة كحجم وكقساوة. الآن نأتي إلى العلاج بعدما فهمنا التشخيص المناسب للقرآن الكريم. ما هو العلاج هشاشة العظام؟ العلاج في آيتين، في كلمتين من القرآن الكريم، ذات الصورة، سورة فصلت آية رقم 39، ذات الآية قول الحق مرة أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير. فقول المولى عز وجل اهتزت وربت، إذن العلاج الهندسي لهشاشة العظام أن نعيد الإشارة الاهتزازية من العضلات للعظم. يعني الجواب سهل جدا وسريع جدا، العلاج بهدي القرآن بأن الإشارة التي ضعفت من العضلات أن نعيد قوتها، وسنرى كيف إن شاء الله. إذن فالعلاج المقترح إعادة قوة العضلة. الآن عندما نأتي إلى العضلات نجد بأن الإشارة التي تأتي من عضلات العظم تتأثر بشيئين رئيسيين للعضلة، حجم العضلة اللي هو دليل على قوتها وقساوتها، صلابة العضلة. لماذا؟ حجم العضلة يزيد مقدار الإشارة الاهتزازية للعظم، مقدارها يعني يزيد حجم العظم. قساوة العضلة يزيد الذبذبة التي تأتي من العضلات للعظم، وهذه تزيد معدل النمو العظم. يعني مرة أخرى، إذا كانت عضلة كبيرة يعني قوية، سيكون العظم الذي تأثر عليه كبيرا وقويا. واحد. اثنين، إذا كانت العضلة قاسية ستكون ذبذبتها عالية، وبالتالي هذا يحفز العظم على النمو بشكل سريع. فنريد شيئا، نريد لعلاج هشاشة العظام أن نرجع العضلات قوية يعني كبيرة بحجم مناسب وفيها فيربنس أو قساوة أو صلابة لتكون إشارتها يعني ليست على رخوة. كيف نعمل ذلك؟ يعني هذا كلام جميل، ولكن كيف تطبيقه عملي؟ الجواب مرة أخرى إخواني إخواتي من القرآن سبحانه العظيم. الله عجل علمنا أيضا كيفية إرجاع قوة العضلة من القرآن. كيف؟ في سورة هود آية رقم 114 فيه يقول الحق جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صلى الله عليه. قول الله وأقم الصلاة، يعني الله عز وجل في القرآن الكريم يأمرنا بالصلاة. الآن إذا تفكرنا في الصلاة ونعرف أن كل شيء أمرنا الله عز وجل به هو من رحمة الله عز وجل علينا وليس عبئا في التكليف. طبعا الصلاة لها فوائد كثيرة جدا روحانية ونفسية، ولكن سأركز هنا على فوائد الصلاة العلمية الهندسية الجسدية. الآن كما قلنا بأنه لتقوية العضلة بحاجة، أو لعلاج هشاشة العظام بحاجة لتقوية العضلة، وتقوية العضلة بحاجة أنه زيادة حجمها وقساوتها. كيف أن الصلاة تؤدي ذلك 100%؟ الصلاة تؤدي إلى زيادة قوة العضلة وقساوتها 100%. كيف؟
إذا تفكرنا في حركات الصلاة، أول حركة في الصلاة الوقوف بشكل صلب ويعني ثابت. هذا الوضع يؤدي إلى أن أنت تحافظ على وضعية معينة لوقت معين. هذه المحافظة على وضعية معينة لوقت معين يزيد من صلابة العضلة، تسمى باللغة الإنجليزية maintenance of posture، يعني المحافظة على وضعية معينة في وضع معين لفترة معينة تزيد من قساوة العضلة، قساوتها يعني ذبذبتها، وبالتالي تزيد من سرعة نمو العظم. الآن الحركة الثانية في الصلاة في وضع الركوع اللي تقوم به بأنك تثني الجذع. عندما تثني الجذع هذا تدرب العضلات، تدرب عضلات الظهر والمنطقة الأمامية والخلفية. هذا التدريب العضلة يزيد من حجمها. احنا قلنا لعلاج هشاشة العظام بحاجة لشيئين، زيادة حجم العضلة وقساوتها. الآن القساوة تزداد عن طريق المحافظة وضعية معينة لفترة معينة، حجم العضلة يزداد عن طريق الفليكسينج أو الثني. يعني تريد أن تزيد قوة عضلة، تلاحظ يعني كيف تدريب عن طريق الفليكسينج، هذا يزيد قوة العضلة. أما المحافظة على وضعية معينة لوقت معين يزيد من قساوة العضلة. فالصلاة فيها الشيئين، فيها زيادة حجم العضلة وفي زيادة قساوة العضلة. سبحان الله العظيم، عندما أنت تقوم بحركات الصلاة تثني مفاصل الجسم، هذا يزيد من قوة العضلة. عندما تحافظ على وضعية معينة في الصلاة لوقت معين، هذا يزيد من قساوة العضلة. فتحافظ على وضعية الركوع لفترة معينة، تعمل عملية زيادة في قساوة العضلات. ووضع السجود أيضا فيه حركة أيضا لمفاصل الجسم من ناحية زيادة قوة العضلة، والمحافظة وضعية معينة تزيد من قساوة العضلة. الآن نلاحظ بأن الصلاة، لنأخذ يعني إحصائية معينة، أقل شيء تقوم فيه 5 صلوات في اليوم. كل صلاة يعني تختلف حسب قراءة ما تقرأ فيها، يعني أخذ مثلا تأخذ من 10 دقائق لربع ساعة. عندنا 5 صلوات في اليوم يعني حوالي ساعة. كل يوم أقل ما يمكن حوالي ساعة من تدريب العضلات كحجما وقساوة. فنلاحظ سبحان الله العظيم من حكمة الله في فرض الصلاة رحمة بك وليس زيادة في العبء. طبعا هناك أمور إضافية علمناها محمد عليه الصلاة والسلام، مثلا من السنة الذهاب إلى المسجد، المشي إلى المسجد. أيضا تذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم كمان تدريب آخر، المشي وقدرته على تحفيز العضلات. أيضا صلاة النوافل، أي الصلوات السنة، صلاة الليل وصلاة يعني الصلوات الإضافية، أيضا تدريب إضافي. فنلاحظ سبحان الله العظيم كيف أن كل تعليم الإسلام رحمة. الآن إذا كان الضعف من هشاشة العظام كبير جدا، والإنسان لا يستطيع القيام مثلا بحركات الصلاة، أو إنسان غير مسلم على سبيل المثال وعنده هشاشة عظام كبيرة، ما هو الحل؟ ويقول مثلا لا أستطيع أنه مثلا أمرن عضلاتي. طبعا هو يجب عليه أن يمرن عضلاته يعني بالكمية أو الكيفية التي يقدر عليها. ولكن هناك، بما أننا فهمنا القرآن الكريم التشخيص بأنه يجب أن نركز على العضلات ونزيد من قوة العضلة وصلابتها، هناك مثلا جهاز يسمى Functional Electrical Stimulation FES كما هو بيقول لكم على الشاشة. هذا جهاز يعطي ومضات كهربائية، Electrical Pulses، نبضات كهربائية، يمكن وضعه على تقريبا أي عضلة في جسم الإنسان. وإذا مثلا إنسان تدرب عليه نصف ساعة في اليوم، هذا يزيد من حجم العضلة وقساوتها. هذا يعني طريقة تدريب كهربائية. فممكن إذا إنسان يعني عنده تعب كثير في هشاشة العظام يبدأ باستخدام هذا الجهاز، ومن ثم مثلا حركات معينة. وأفضل طبعا أفضل شيء على الإطلاق هو الصلاة وحركات الصلاة. فنلاحظ إخواني إخواتي، ألخص ما قلته بشكل سريع، هشاشة العظام مشكلة كبيرة غير مفهومة، لماذا العظم يبدأ بالتآكل. من القرآن الكريم فهمنا بأن سبب هذه الظاهرة يجب أن نركز على العضلات، الإشارة العضلات أساسية في صحة العظم، يكون هناك ضعف في إشارة العضلات إلى العظم. طريقة العلاج أن نقوي العضلة، أفضل طريقة هي الصلاة. والذي لا يقدر أو غير مسلم ممكن أن يستخدم الـ FES أو الجهاز التحفيز الكهربائي للعضلات،
كبداية، وعندما يستطيع أن يقوم بحركات الصلاة والمشي هذا أفضل. فنلاحظ إخواني إخواتي كيف أن شيء حير العلماء لعشرات السنين، الله عجل يعلمنا الإجابة عليه من القرآن في دقائق. لاحظوا إخواني إخواتي قوة القرآن، لاحظوا قوته، وقوة القرآن بفهمه وتدبر آياته، وليس فقط القراءة السردية للقرآن. وطبعا يعني هناك إثباتات. شيء أخير أقوله مثلا بالنسبة لهذا الموضوع، بأنه الأمم التي تركز على الرياضة وفيها ثقافة الرياضة، موضوع هشاشة العظام موضوع نادر عندهم. يعني مثلا الدول الآسيوية مثل اليابان مثلا والصين، عندهم ثقافة الرياضة وتدريبات شيء كبير جدا، تجد هشاشة العظام عندهم يعني نادر. فإذا هناك مثلا الرياضيين هشاشة العظام لا تصيبهم يعني في حياتهم كلها بشكل عام، رياضيين يعني مثلا العدائين أو الذي الألعاب الأولمبية، يعني هشاشة العظام شيء نادر حدوثه. إذا نلاحظ هذا كل إثباتات تؤكد صدق من القرآن، صدق الاستنتاج من القرآن الكريم على أن العضلات وصحة العضلات وإشارة العضلات اهتزت وربت لها دور كبير في صحة الجسم وصحة العظم. ولمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zquran@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.